للحديث أكثر حول هذا التفجير ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الدايم الرابطي وهو مدير المشفى الميداني طرابلس. سيد عبد الدايم أهلا وسهلا بك معنا في قناة تناصح. بداية الحصيلة النهائية إذا صح التعبير عن القتلى والجرحى جراء هذا التفجير الذي شهدته أرضية مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس. أهلا بك أستاذ الكريم. طبعا الحصيلة النهائية الآن تم توثيقها بالكامل بالأسامي، للأسف الشديد ما يقارب 13 القتيل موزعين على مستشفى أبو سليم. كان في 5 قتلى وكذلك في قتيلين في تم نقلهم إلى مستشفى الخضراء وكذلك في 3 قتلى إحداهما رجل شرطي تم التعرف عليه الآن في مصحة الشفاء وكذلك في 2 قتلى في مستشفى شارع الزاوية وكذلك في قتيلة للأسف الشديد أنا منصور عمر هذه في مستشفى الطبي. فمجموع القتلى ما يقارب 15 قتيل وما يقارب 21 جريح، حالاتهم بين البسيطة والمتوسطة والخطيرة. بعض من الحالات كانت الحمد لله البسيطة وكذلك بعض المواطنين بعض الإصابات كانت من المواطنين نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكربون الناتج من الحريق الذي نتج بعد الانفجار. فالحمد لله بعض الحالات كانت بين البسيطة والمتوسطة ويوجد حالتين خطيرتين إحداهما في العناية الفائقة في مصحة غط الشعاب وكذلك حالة ما زالت في خبرة العمليات. طيب هل المعدات التي لديكم الآن مستعدون أو لديكم الإمكانية للاستعداد لمثل هكذا حالات حرجة؟ نتحدثون عن حالتان حرجتان كما أسلفت بالذكر، أم أن ربما للأسف الشديد لربما حصيلة القتلى لربما تتزايد في الساعات القادمة؟ والله احنا نتمنى لا يحدث ذلك أمانة، لكن احنا المستعدين باستعداد تام. إدارة جرحى طرابلس اليوم عندنا في الطوارئ تم استدعاء المستشفى الميداني وكذلك استدعاء جهاز الاسعاف التابع لوزاره جرحى طرابلس وتم تقسيم اطباء المستشفى الميداني وكذلك اطباء اداره الجرحى وكذلك بالتعاون مع جهاز الاسعاف التابع لوزاره الجرحى الى مجموعات وتم تقسيمهم على المصحات نتيجه الانفجار الذي حدث في الصباح. صارت ضربه في هذه المنطقه وتم نقل الحالات وكذلك القتلى لأكثر من مصحة لأن في منطقة الانتشار كانت هناك 4 أو 5 مصحات قريبة عن منطقة الانتشار. فالمواطنين حاولوا بأن ينقلوا القتلى وكذلك الجرحى الحالات الخطيرة لأقرب مصحة فتم نقلهم إلى المصحات القريبة من الانفجار في مصحة الشفاء ومصحة قوت الشعار وكذلك في مصحة الكوثوث. تم نقله فأطباء المستشفى الميداني وكذلك أطباء تابعين لإدارة الجرحى تم تقسيمهم على هذه المصحات. وللأسف الشديد أربع حالات تم نقلهم إلى مستشفى الحوادث بوسطيب تم عملية الإنعاش لهم لكن للأسف الشديد وفوا جميعا. طيب بناحية الكوادر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات المتواجدة بالعاصمة طرابلس هل لها القدر الكافي من الأطباء والأطباء المساعدين أم أنكم بحاجة إلى أطباء وأطباء مساعدين من مدن أخرى من منظمات أخرى منظمة الصحة العالمية ما إلى ذلك؟ والله للأمانة اليوم في مستشفى الحوادث بوسطيب كان استعداد تام من ناحية الأطباء وكذلك من ناحية الإدارة. للأمانة من الصباح الفاكر تم الاتصال بنائب مدير المستشفى وتم التنسيق معه. الحمد لله كان الأطباء كلهم متواجدين وكذلك طواقم قسم الطوارئ والأسعاف الطوارئ وكذلك الإنعاش قسم الإنعاش كلهم كانوا متواجدين وكانت أعدادهم ممتازة جدا. كان في مقدورهم استقبال حالات وقدر الله ما شاء فعل وتم استقبال الحالات ولكن الحالات كان حالتهم خطيرة جدا جدا. تم عملية إنعاشهم لمدة في من وصلت إلى ساعة إلى ربع للأسف الشديد ولم يستجب لم يستجب الجريح مما أدى إلى الوفاة. طيب. هذه 4 حالات جود مستشفى الحوادث بوسطيب كانوا جرحى وكذلك جد حالة وفاة لم يتم عملية إنعاشها قاموا بنقلها طول إلى دار الرحمة. طيب مدير المشفى الميداني طرابلس السيد عبد الدايم الرابطي شكرا جزيلا لك.